حضرتك يعني يمكن لسه بتقول انه الموسيقى العربية هي مقبولة بالنسبة للعالم الغربي، او انه الناس بتحبها، او الناس ممكن فعلا لما تسمعها تعيش معاها وتندمج معاها وكمان ترقص عليها. شايف انه ايه اللي ممكن يكون بينقص الموسيقى العربية بشكل عام عشان توصل لمرحلة مهمة او توصل للعالمية او تبقى بتتسمع زي ما احنا هنا بنسمع مزيكا غربي بشكل كبير جدا، هناك يبقوا بيسمعوا المزيكا العربي بشكل كبير؟ البرودكت نفسه ما ينقصوش حاجه، لان من بعد، واسمحوا لي اقول الكلمتين دول، من بعد فرقه المصريين المزيكا اتغيرت ده وبقت حقيقي صح. مقبوله على ودن. اللي ينقصنا ايه؟ احنا عندنا ملحقين ثقافيين المفروض يفتحوا لنا بقى سكك عشان نعزف في كل الدول ونقدم مزيكتنا، ويبتدوا يعملوا لنا تعاقدات. الملحق التجاري يعمل لنا تعاقدات مع الاتحاد الاوروبي وامريكا ونيوزيلندا وكل الحتت اللي هم فيها. لازم الحاجه عايزه اثنين، زي ما اي تسقيف عايز اثنين، اي مقص عايز طرفين. برضو احنا ننتج وهم يشوفوا يوزعوا لنا الموضوع ازاي. احنا كنا على فكره مغطيين الدول العربية بالموسيقى المصرية، النهارده احنا بنستورد الأغنية العربية، لأن في كمان قوانين مكبلة للإنتاج. كل الكلام ده لازم يتراعى بقى ويتشاف من أول وجديد ونصلح اللي فيه.